جولة على المشهد السياسي والزميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير لارا. هل من أي جديد بتحرك الخماسية والملف الرئاسي اللبناني؟ يبدو في تحركات ولكن حتى الساعة بعد ما في مؤشرات إيجابية يعني، بس في تحركات لنشوف بالأيام الجاي إذا رح يبين أي مؤشرات إيجابية بالملف الرئاسي أو لا. خلينا نشوف. مساء الخير. لا يزال العنوان الرئاسي موضع تساؤلات حول جدية طرحه، ولا سيما مع إعلان عودة اللجنة الخماسية إلى الانعقاد منتصف أيلول، وفي معلومات الجديد أن هذا الملف يطرح من جديد على طاولة البحث على أن يطرح في الرياض في الساعات المقبلة. مصادر معنية بالملف قالت للجديد أن زيارة السفير وليد البخاري الرئيس بري في عين التين توقفت على الملف الرئاسي واستعراضه ضمن تطورات المرحلة. وفي معلومات الجديد أيضا أن البخاري غادر إلى المملكة بعد لقائه بري، وأشارت المعلومات إلى أن الموفد الرئاسي جان إيف لودريان وصل أيضا إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيجتمع مع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولة والبخاري لمناقشة الملف الرئاسي بناء على التطورات الحاصلة. وفي المعلومات أنه في حال وصلت النقاشات إلى نقاط إيجابية فيرجح وصول جان إيف لودريان إلى لبنان. من جهة أخرى علقت مصادر القوات اللبنانية على كلام الرئيس نبيه بري قائلة أنه من الواضح أن بري يواصل تغطية الحزب الذي لا يريد انتخابات رئاسية إلا بشروطه، ويريد إبقاء الورقة الرئاسية للمساومة عليها في اليوم التالي للحرب. وبالتالي تقول مصادر القوات أن الرئيس بري يتمسك بالمعزوفة نفسها، مدركا أن المعارضة لن تقبل بها لثلاثة أسباب. أولا أن الدستور لا ينص على الحوار أو التشاور بل على الانتخاب. ثانيا من لديه نية لانتخاب رئيس لا يتمسك بمرشحه. ثالثا من لديه نية لانتخاب رئيس يذهب للقاء الفريق الآخر في البحث عن خيارات ثالثة. وفي كل الأحوال تقول المصادر سيكون غدا كلمة لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في قداس شهداء القوات، وستكون مفصلة حول الرئاسة ودعوات الرئيس بري للحوار. أما عن التيار الوطني الحر ونوابه المنشقين فتحدثت معلومات الجديد عن أنهم في صدد زيارة الصرح البطريركي في الأيام المقبلة للقاء البطريرك الراعي على مأدبة غداء، وسيكون لهم موقف علني من منبر الصرح لتوضيح كل الإشكاليات المتعلقة بخروجهم من الهيكل التنظيمي للتيار. زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. الوزير السابق غازي العريضي يعلق عبر برنامج الحدث على طرح النائب علي فياض أن هاجس إسرائيل ليس للطائفة الشيعية فقط بل هو هاجس كل الطوائف. العريضي علق أيضا على كلام النائب حسن فضل الله أن سلاح الحزب له شرعية قانونية ودستورية من خلال البيانات الوزارية المتعاقبة. بيانات الوزارية كل صباح تحدثت عن المقاومة ودور المقاومة وحق الشعب اللبناني في مواجهة إسرائيل بكل الإمكانات وبكل القوى، لأن إسرائيل تعتدي على البلد. ثم لماذا لا نذهب إلى السؤال الذي يكرر دائما؟ لو أن إسرائيل طبقت القرار 425 الذي هو صياغة أمريكية، وأمريكا هي التي أعدت هذا القرار، وكان السفير غسان فريني الله يرحمه أنا ذاك في الأمم المتحدة، هل وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ لو إسرائيل تطبق الآن 1701 كل هذا النقاش لما كان له. نعم. بكل بساطة. نعم. بس السؤال هون يعني حضرتك توافق على مسألة أن السلاح هو عنده شرعية دستورية بناء على البيانات الوزارية؟ عنده شرعية دستورية بناء على البيانات الوزارية التي أقرتها حكومات متعاقبة. هذا موجود، وعنده شرعية شعبية واقعية في مواجهة الاحتلال، وعنده شرعية أخرى بمعنى عندما أقول واقعية الوقائع السياسية القائمة باللعبة الإقليمية الدولية الكبيرة.
هذا سياسة بالسياسة عم نحكي. قلت سياسة قلت شرعية سياسية. ايه بس أنا لأنه يعني السيد فضل الله تحدث عن شرع يعني عمل دراسة أشبه بقانونية. قلت لك نعم نعم يعني توافق من البيانات الوزارية تعطي شرعية دستورية. هذا صحيح لكن 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 كان يجب أن نذهب إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالإجماع على طاولة الحوار بأدار 2006 الاستراتيجية الدفاعية. كيف يمكن إدخال سلاح الحزب بسيطة. الاستراتيجية الدفاعية؟ نحن أول حزب في لبنان بحزيران 2006 قدمنا مشروعا متكاملا لطاولة الحوار عن الاستراتيجية وقلنا رأينا جوابا على هذا السؤال انطلاقا من أن إسرائيل هي العدو لنميز بين عدو وبين آخر. بالتالي قدمنا فكرة حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع من ضمن الجيش اللبناني بطبيعة الحال والأمرة بتكون للجيش اللبناني. ومع هذا الخبر ممكن وصلنا لختام فقرتنا. لارا شكرا جوزيفين.